يعني نور كتير حلو يمكن هاي الفعاليات يلي عم تقام ضمن المعرض منا واللي أكيد بيختص بالأطفال، مثل ما شفنا مسرح الأطفال كتير كان حلو التفاعل، يمكن فرصة لحتى كمان يكون في تسلية ممنهجة العلاقة بالثقافة، وأيضا يمكن حفل يا نصيب المعرض. هيك رجعنا بالذاكرة لهي السنين لورا، كنت عم تسألي تحت الهواء يا ترى قديش رح تكون الجائزة السحب، ذكرنا لفة الدولاب لما كنا نسمعها على التلفزيون، رجعتنا هيك لهي الذاكرة لهي الأيام الحلوة. أكيد يمكن ما في حدا منا إلا ما إله ذكرى جميلة في معرض دمشق الدولي، وحتى الأطفال إلهم حصة في المعرض، فأكيد بنوجه التحية على لكل القائمين على هذا المعرض على الجهود الكبيرة اللي عم يقوم فيها. ونحن سلمى ضمن برامجنا يمكن وتغطياتنا المستمرة رح نرصد جميع النشاطات والفعاليات للمعرض لآخر يوم. أكيد نور، والإبداع بالأعمار تحت هذا الشعار، تستمر فعاليات معرض الباسل للإبداع والاختراع بدورته ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي لتثبت الاختراعات المشاركة فيها يوما بعد يوم أنه الإبداع السوري لا يمكن أن تتباطأ وتيرته. أكيد سلمى، وكان حصة كبيرة للأطفال من اختراعات وإبداع، لأنه الأطفال هن فرسان الغد وهن رجال بكرة وهن اللي رح يعمروا بكرة. معنا اليوم مشارك بالبيت الذكي بالمعرض عبد الرحمن مطر، نتعرف اكثر عن هيدا الاختراع والابداع. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير عبد الرحمن، تعرفنا عن حالك هيك بالبدايه، قد ايه عمرك وتحكي لنا عن البيت الذكي. انا المخترع عبد الرحمن مطر، عمري 11 سنه. اخترعت البيت الذكي وهو عباره عن لوحه تحكم تتحكم بكل البيت، في حساس حراره، اذا صار في حريق بالبيت بيشتغل مثل مكيف، وبيصير يعني وبيرسل رسالة للشخص اللي قاعد بالبيت إنه في تنبيه إنه هون في بالبيت في حريق، ويصير ولا جيت على البيت أنا مو معي مفتاح، بكتب كلمة سر على الكيبادة نفسها اللي هي نفسها بتحكم فيها بالبيت، بيفتح لي الباب بيفتح باب باب البيت باب البيت. وهذا كمان بس يعني شيء بخص الحرارة والبعض يمكن الأمان، تحكم بالبيت بالأضوية مثلا بالأبواب في بابين هيك شيء. طيب عبد الرحمن خلينا نحكي، هي الموهبة عندك ياها من ايمت؟ يعني ايمت عرفت انه انت عندك هيدي الموهبة ممكن تخترع شيء؟ من 3 شهور. هذا اول اختراع لك؟ هذا ثاني اختراع. شو كان اول اختراع؟ اول اختراع هو برنامج ليجو روبوتات، روبوت بده يمشي على الخريطة كاملة بده ينفذ فيها مهمات. طيب عبد الرحمن شاركت بشي غير بهذا المعرض؟ كان في لك مشاركات غير هذا المعرض؟ شاركت مهرجان الطلائع، شاركت ببطولة اسمها WRO العالمية، كنت بدي شارك ببطولة ADC بس ما توفر عمر، كان عمر فوق 13. ان شاء الله بعد سنتين بتشارك فيها ان شاء الله. طيب خلينا نحكي عن الاختراع البيت الذكي، من وين اجتك الفكره؟ يعني ليش قررت تخترع هيدا الشيء؟ صار معكم موقف بالبيت قررت من خلاله انه؟ لا بس هي اجت فكره من استاذي اللي علمني هالموهبه، اللي ساعدني بالمشروع، اجت الفكره منه، قال لي انه زين جيت على البيت انا ما معي مفتاح، في هيك مشاكل يعني، جيت على البيت مثلا كنت ارجع المدرسه استنى امي، هلا اذا ما معي مفتاح انا بكتب كلمه سر بفوت على البيت انا لحالي، فهيك يعني ما اعتزت لا المفتاح، واذا ضاع المفتاح مني بفوت على البيت يعني ما صار شيء. طيب عبد الرحمن يمكن هي التقنيه بدها كذا شغله، يعني يمكن انت بتربطها بشغلات معينه مثلا بلوحه بتركبها على الباب او شيء، تشرح لنا تفاصيل اليه هذا الشيء كيف بينعمل بقلب البيت. في حساس موجات تحت الصوتيه بيرسل موجات، في عين اسمها تراب وعين اسمها بي، بيرسل موجات تحت الصوتيه من عين التراب، وفي درجه 15 زاويه بتنرد على العين الثانيه اللي هي بتستقبل موجات تحت الصوتية، فبيعرف انه هون هي المسافة من هون لهون 5 سنتي. تماما. وفي محرك سير وهو عبارة عن محرك DC مغناطيس
والقطع النحاس ملفوفة. بيشتغل بس فيها مسننات ويعني مثل علبة سرعة، مشان هو بيفتح من الصفر للمية وثمانين ومن المية وثمانين للصفر. من تفاصيل كثير، كيف حافظ كل هدول؟ لأنه عدت المشروع أكثر من 23 شخص بمارة. شرحت لهم كل هاي التفاصيل؟ حفظتهم. كيف كان تفاعل الناس لما تشرح لهم عن هيدا الاختراع؟ كانوا بيتفاجئوا انه انت طفل صغير ممكن تخترع هيك قصص؟ هلا وقت اجت اللجنه لعندي فحصتني اخذت علامه عاليه، بس قد ايه اخذت؟ ما قالوا لي، بس قال لي عنه علامه عاليه، بس انه قال لي انه عمرك صغير، لو عمرك كان اكبر كنا ما قبلنا هذا المشروع. طيب عبد الرحمن، يعني الى جانب الدراسه، هي الهوايه بتطوير خلينا نقول التقنيات او انك تعمل روبوتات، تحكي لنا شوي كيف بتوفق هيك بين دراستك وبين هاي الهوايه؟ هلا كنت انا خلص مدرستي اسمها الفارابي، وكان معهدي تحتها. كنت خلص مع مدرسه الفارابي، انزل على المعهد، خلص المعهد اطلع على البيت ادرس، عشان كان عندي مذاكره، كان عندي شغل ادرس نفس الشيء كل يوم. كيف بتدعم هاي الموهبة أو كيف بتطورها؟ من خلال المعهد؟ يعني بمشاركتك بالمعهد مع الطلاب؟ لا، أنا سجلت دورة وتعلمني وأنا صرت أطور لحالي. يعني يمكن شفنا الاختراعين اللي عملهم محمد، شيء له علاقة بالروبوت وشيء تاني له علاقة بأمان البيت، ويمكن هذا الشيء له علاقة بقصة صارت معك إنك إجيت وما لقيت مفتاح. هل كمان هيك بتفكر إنك تعمل شيء تاني العلاقة بجوك بالبيت؟ من وين مفكر تأخذ أفكارك، ولا تتفرج على تجارب تانية، تتفرج على التلفزيون يمكن على هيك مسابقات أو شيء؟ هلا كنت أنا أفتح اليوتيوب أتعلم، شوفي إنه روبوتات حلوة التصميم، أتعلم وأخذ منها فكرة، أدمج شاشة بيت محرك سويا مشروع. هلا المشروع هذا اللي سويته مشروع تخرج للجامعة. حلو. حابب تكمل بالريبوتات؟ يعني حابب تختص فيها تكمل فيها بتلاقي؟ السنة الجاية بدي احاول اخترع طيارة. شلون هلا الشخص هو بيروح عند الطيارة، هو بيروح لها الطيارة. فهي الطيارة ذكية، بروح لعنده بتحمل اوزان. وبتطير 50 متر. برافو. ليش هي الفكرة؟ يعني ليش بدك تخترع طيارة؟ شفت على الانترنت شيء حابب تعمله؟ شفت على الانترنت. طيب عبد الرحمن، يعني هيك بختام حديثنا، شو تحب تقول يمكن لكل يلي عم بتابعنا من الأطفال اللي بسنك واللي ممكن يعملوا شيء يخترعوا شيء؟ وأكيد كمان نوجه تحية لأهلك المتواجدين معنا واللي هن عم يرعوا هاي الموهبة وعم بيكونوا حريصين على أنك تتقدم لقدام أكثر وأكثر. أول شيء بقول لهم شكرا لكم أنه أنتم عم تتابعونا، وبعدين بقول لهم أنه هي شغلة سهلة ما صعبة، ما كتير صعب الاختراع، ما كتير صعب انك تخترع. ما كتير صعب الاختراع، هي موهبه. شو بيحتاج الاختراع؟ شو بده؟ شو بيحتاج؟ بده دارة اردوينو ولوحه ام ودارة قياده، محرك سيرفو، محرك دي سي، شاشه ال سي دي، حساس ان تي سي، حساس التراسونيك، كيباده. طيب عبد الرحمن، بدنا نتشكرك، نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله يا رب نشوفك يمكن حامل كمان كثير من الجوائز العالميه. عبد الرحمن مطر، مخترع سوري صغير، نتمنى لك التوفيق، ونحن فخورين وسعيدين فيك. بدنا نوجه مثل ما قالت سلمى تحيه لاهلك. شكرا كثير لك. شكرا لك عبد الرحمن. يمكن نور لما سالنا عبد الرحمن شو بيحتاج الاختراع، فهو فورا شيء كثير بسيط، يعني انه هو شيء بسيط، وحكى عن الادوات اللي هو بيشتغل فيها. الاختراع والابداع بيحتاج شباب مستقبل مثل عبد الرحمن. شكرا كثير لك. عفوا. وقديش بتكوني سعيده يمكن وفرحه لما تشوفي هيك اطفال بسوريا رغم كل ظروف الحرب اللي عم نعيشها، اطفالنا وهن صغار فرسان الغد، مخترعين وشباب بنكبر فيهم وبنفتخر فيهم. اكيد بنكبر فيهم، وان شاء الله يا رب هيك الايام الجايه بتكون ايام خير وتفاؤل، وكل ابداعهم بينتشر وبيوصل لكل العالم.